بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة عن برينسيبل من البرينسيبلز المهمة في السوليد برينسيبل، حاجة اسمها الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل، وهي الفصل ما بين الانترفيسز. ده عنوان المحاضرة. الباك جراوند بتاعتنا ان احنا زي ما احنا دايما بنبتدي في كل شرح سوليد برينسيبلز موجود على القناة، ان احنا بنقول ان الدليفري اوف برودكت هو الفيرست ستيب اللي بتيجي في ذهنك. First step come in mind its design، اللي هو ان انت ازاي تعمل الديزاين بتاع البرودكت ده. اول خطوه بتيجي في دماغك وانت بتعمل ديليفري. طبعا كل ديزاين ليه some design principles، عشان خاطر ان انا محتاج ان انا اعمل لها following لما اعمل ديزايننج للبرودكت بتاعي. ده بيؤكد ان الديزاين برينسيبلز بتلعب دور مهم جدا في اي برودكت ديليفري. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن برينسيبل مهم اسمه الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل. ايه هو الانترفيس ده وايه الفرق ما بينه وما بين السنجل ريسبونسبيليتي ايضا برينسيبل؟ لو انت عملت ريفيو للبروجكت، اي بروجكت كود كامل انت عملته، هتلاقي ان انت بتفيوليت البرينسيبل ده. ده ليه؟ لان احنا دايما مش بنفوكس قوي على قصه الجود ديزاين واحنا بنعمل كودينج. احنا كنا التاسك بنبقى عايزين نعمل لها كودينج، ومش بنفكر في الديزاين او انسب طريقه اعمل بيها ديزاين يخلي البرودكت بتاعي سوليد وحاجه قويه جدا. الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل بيقول ان الكلاينت شود نوت بي فورسد تو ديبند اب اون انترفيسز they don't use. يعني انت مش محتاج ان انت تعتمد على انترفيسز في الكود بتاعك، انت مش هتستخدمها. وبالتالي when we have non cohesive interfaces، انترفيسز مش متماسكه، ال ISP اللي هو الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل بيدينا الجايد ان احنا نكريت مالتيبل وسمولر كويسيف انترفيسز. وبيقول ان اللارجر انترفيسز، الحاجات اللي انت بتحط فيها فانكشنز كتيره دي، محتاج ان انت تعمل لها سبليت تو سمولر وان، بحيث ان انت لما تعمل امبلمنت للكلاس هو بيكونسيرن على الميثودز اللي هي اوف انترست، والانترفيس يكونسيرن على الميثودز اللي هي في انترست. ايه هو الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل كتكمله؟ ان احنا بنقول ان ده the interface segregation principles as you prefer the interfaces which are small، ولازم تبقى focus or client specific instead of monolithic and bigger interfaces. ان انت ما تحطش بتعملش bigger interfaces فيها كل ال functionality اللي في الدنيا وانت مش بتفوكس على حد، وبالتالي ال dependencies دي تبدأ تديبند على حاجات هي مش محتاجاها او انت مش عايزها. باختصار دي حاجة سيئة جدا ان انت تفورس الكلاينت بتاعك ان هو يعتمد على حاجة هو مش محتاجها. يعني ببساطة شديدة جدا ان انت ما ينفعش تعمل كده. When you apply the ISP classes and their dependencies communicate using tightly focused interfaces and minimizing dependencies on used and unused numbers and reducing the coupling accordingly. انت لو عملت apply للانترفيس سيجريجيشن برينسيبل، فانت بتفوكس اكتر على الفانكشناليتي وبتقلل الديبندنسز، وبالتالي بتريديوس الكابلنج، وبتبقى عارف ايه اللي هو مستخدم وايه اللي هو ليجاسي كود بالنسبه لك مش مستخدم وانت بتشوفها. ده بالاضافه ان السمولر انترفيسز دي حاجه ايزر تو امبلمنت، يعني حاجه ان انت سهل ان انت تعمل لها امبلمنتيشن، وسهل ان هي وحاجه فليكسبيليتي بتاعتها، والبوسيبيليتي ان هي يحصل لها ريوزنج، احتمالية ان تعمل لها ريوزنج دي حاجة كبيرة جدا. وبالتالي ان انت عندك fewer classes بيشيروا these interfaces، ال number of changes اللي هي required لو حصل اي interface modification بتبقى قليلة، وده بي increase ال robustness اللي هو قوة software product، والدليفري بتاعه بيبقى delivery قوي لان انت بتبقى عامل delivery لبرودكت قوي. باختصار او خلاصة الموضوع ان انت ما تعتمدش على حاجة انت مش عايزها. يعني don't depend on things you don't need. Don't depend on things you don't need. دي الجملة دي أهم جملة في المحاضرة عن الـ interface segregation principle. function أنت مش محتاجها، ما ينفعش إن أنت تاخدها معاك.
ما تخليش كلاس يديبند على انترفيس لمجرد ان انت مش عايز تعمل انترفيس جديده تحط فيها الفانكشنز بتاعتك. يبقى انت كده بتفيوليت الانترفيس سيجريجيشن برنسبل، لان خليت كلاس تاني مش محتاج الفانكشن دي، هو هيمبلمنت الفانكشن دي بس هتبقى unsupported بالنسبه له. ده اللي هنشوفه في الاكزامبلز. زي ما تعودنا في السوليد برنسبلز بنجيب اكزامبل بيفيوليت البرنسبل واكزامبل تاني بي ابلاي او بي فولو البرنسبل. لو انا ليتس اسيوم ان انا عندي ريستورانت انترفيس، الريستورانت انترفيس فيها الفانكشنز دي اكسبت اونلاين اوردر، اكسبت تليفون اوردر، اكسبت ووك ان كاستمر اوردر، بي اونلاين، بي ان بيرسون. طبعا دي بتحتوي على فانكشنز او ميثودز بتاكسبت الاوردرز من الاونلاين كاستمر والتليفون كاستمرز والووك ان كاستمرز، وفي نفس الوقت بتحتوي على ميثودز عشان تهندل الاونلاين بيمنت للاونلاين كاستمرز نفسهم او للان بيرسون بيمنتس. الان بيرسون بيمنتس نفسها بتتعامل مع الووك ان كاستمرز از ويل از التليفون كاستمرز. مور اوفر تليفون كاستمرز بي ان بيرسون ات تايم اوف اوردر ديليفري، يعني التليفون كاستمرز الناس اللي هم بيتكلموا بالتليفون وبيطلبوا الاوردر بتاعهم دول بيتعاملوا او بيدفعوا في التايم اوف ذا اوردر، يعني بيستلم الاوردر يروح دافع. طيب احنا دلوقتي عندنا 5 ميثودز ديكلاريشن في الريستورانت انترفيس، دول بيعملوا اكسبتنج لي، بيعملوا اكسبتنج لي اونلاين اوردر، تيكينج التليفون اوردر، اكسبتنج الاوردرز فروم ا ووكن كاستمر عشان يعمل بليس اوف اوردر، وفي نفس الوقت بيأكسبتوا ان انت تعمل اونلاين بيمنت او بيأكسبتوا البيمنت ان بيرسون ان اوردر تو ميك ذا بيمنت. لو انت جيت عملت امبلمنت الانترفيس دي هتلاقي ان انت بتاخد امبلمنت مثلا وليكن اونلاين كاستمر، هتلاقي اللي هو اكسبت ان ووك، وليكن اكسبت ان ووك، اكسبت ان ووك وبقيه الحاجه اكسبت ان ووك، وبعض السيرفيسز ما هياش سبورتد. يعني انت هنا عندك ليه ده بيفيوليت؟ لان انا عندي هتلاقي عندي مثلا لو انا عملت امبلمنت ده هلاقي في الاونلاين كاستمرز انا عندي دول في فانكشنز بت unsupported operation exception. ليه؟ لان انا مش محتاجهم اصلا. ده بيسموه violation interface او interface violation. يبقى ده بيعمل violation للانترفيس segregation principle، لان انا قدرت ان انا عملت implementation لانترفيسز interfaces او methods. لما عملت implementation interface لقيت ان في method مش هتبقى applied in this domain، وده بيبقى سميه interface population تلوث. ال implementation classes for telephonic customer و local customer will have unsupported methods. فدول الخمسه ميثودز ار بارت اوف ريستورانت انترفيس، والامبلمنتيشن بتاع الكلاسز اللي هتمبلمنت ده محتاجه تمبلمنت الخمسه. فاي تشينج في الميثودز دي لازم هيبروباجيت لكل الامبلمنتيشن كلاسز، وبالتالي اي تشينج في الانترفيس دي لو زودت عليها ميثود كل الامبلمنتيشن كلاسز حتى لو هي مش مستخدمه بتلاقيها لازم تتغير او بيبقى في حاجات unsupported جوه. يعني ده حقيقي بيبقى بيؤدي الى انحدار وتاثيرات كبيره، ان انت بتم التشنجز بتاعتك بتبقى انكريزنج جدا. طب ايه الكود اللي بيفايوليت ده؟ طبعا كده ده كده بيبريك السنجل ريسبونسبيلتي اصلا كبرنسبل، وبيبريك برضو ال بيبريك اصلا برضو ال انترفيس سيجريجيشن برنسبل. طب ليه ده بيبريك السنجل ريسبونسبيلتي؟ لان اللوجيك اوف بيمنت از ويل از ذات فور اوردر بليسمنت الاثنين جروبد في سنجل انترفيس. يعني ده اصلا ك ك ك كديزاين هو بيفيوليت تو برينسيبلز، السنجل ريسبونسبيلتي من ناحيه ان انت حطيت تو بيربسز مع بعض، مش ده بيربس لوحده عملته وده بيربس لوحده عملته، وفي نفس الوقت بيفيوليت الاي اس بي اللي هو انترفيس سيجريجيشن برينسيبل. طب ايه الكود اللي بيفولو؟ ان انا عملت اوردر انترفيس حطيت فيه بليس اوردر، حطيت وعملت بيمنت انترفيس حطيت فيها بي فور اوردر، وبعد كده رحت عامل امبلمنتيشن لده عملت سيبريت اوت للبيمنت والاوردر بليسمنت فانكشناليتي.
الاثنين انترفيسز، وبعد كده كل كاستمر ويل ناو امبلمنت بوث انترفيس زي ده. وجيت على الوكن كاستمر برضو خليته عمل امبلمنت للاثنين انترفيس ده، بتاع اللي انا احط ابليس الاوردر او ان انا اعمل بيمنت للاوردر. وجيت على التليفون كاستمر خليته امبلمنت نفس التو انترفيس. اي تشينج في الاوردر انترفيسز دازنت افكت، يعني اي تشينج في اي نوع من انواع الاوردرز ما فيش اي الانترفيسز مش هيحصل لها تاثير. ان كيس اوف اني تشينج ان بيمنت انترفيس دازنت افكت الاوردر انترفيس. يبقى انا كده خليتهم اندبندنت عن بعض التو انترفيسز، وبالتالي انا مش هيمبلمنت حاجه انا مش محتاجها، وبالتالي ما فيش اي دامي امبلمنتيشن، وكل انترفيس عندها الميثودز اللي هي هتستخدمها فقط لا غير. يبقى انا كده عملت انترفيس سيجريجيشن برنسبل. بيجي سؤال مهم جدا، السؤال ده بيقول لك ايه الفرق او ايه السيميلاريتي او ايه اوجه التشابه والاختلاف ما بين الانترفيس سيجريجيشن برنسبل والسنجل ريسبونسبيلتي برنسبل. الفرق ان السنجل ريسبونسبيلتي برنسبل بيركز على الكلاسز، وايل ان الانترفيس سيجريجيشن برنسبل بيركز على الانترفيسز، وده الفرق ما بينهم. ان انا عندي هنا بايدنتيفاي ديستينكت interfaces can sometime be برضو challenge. ده ان انا بفرق ما بينهم. طبعا ان انت عشان تتعرف distinct interfaces ده برضو شيء بياخد منك challenge، عشان ان انت تاخد بالك من ان انت لازم تاخد بالك كويس جدا، وتاخد في حسبانك carefully بدقة ان انت ما يحصلش عندك expansion تضخم للانترفيسز وعددها. لازم تشوف كل interface ايه البيهيفير اللي المفروض يعمله، والبوسيبيليتي امبلمنتيشن للكلاسز اللي المفروض عندها ديفرنت سيت اوف بيهيفيرز، وتجمع الانترفيسز دي بشكل يكون انت عندك جروبنج ليونيفايد بيهيفير معين. طب ايه البينيفيتس اللي بتعود عليا من ده؟ البينيفيتس اللي تعود عليا اول حاجه ان انا عملت كود ريدابيليتي عالي جدا increased ايزر تو امبلمنت. طبعا انا عندي قللت وصغرت حجم الانترفيسز، وبالتالي الامبلمنتيشن بتاع الفانكشنز والميثودز هيبقى كويس وصغير ان انا امبلمنته. ايزر تو مينتين، عندي بقى عندي فوكس اكتر على الحاجه وعلى الفانكشناليتي. عملت اورجانيزيشن رهيب وتنظيم رهيب للكود، ما مش بعمل ثرو اي اكسبشن ان نيسيسري، لان انا عملت امبلمنتيشن في ميثودز انا مش محتاجها، بضطر ان انا اعمل اوفر رايدنج للبيبر ده. أتمنى المحاضرة تكون مفيدة وتعرفنا على الـ Principle of the Interface Segregation Principle. شكرا جزيلا لحضراتكم.